وين ملعقة الغسيل؟ ليش؟ شو بدك فيه؟ انشر شغلة، أعطيني إياها. شو هالتطور هاد؟ ما في بالعادة تنشر أوعيك لحالك؟ ما بدي انشر أوعيي. لكان شو بدك تنشر؟ علم ألمانيا. وليش بدك تنشر علم ألمانيا بقى؟ هيك لحتى جاكر جارنا أبو محدين، لأنه حضرة جنابه حاطط لي علم هالقد قده للبرازيل على شباك بيته، وكأنه البرازيل حطت كأس العالم بجيبتها. ولك هلكتني يا عادل كأس العالم، هلكتني، ما بده يخلص هالكأس بقى. هلا خلصيني، ليش كتر الحكي؟ الملاقط وينه؟ جوا بالحمام. شو؟ شايفتك لابد اليوم، لا من تمك ولا من كبمك، أكيد ألمانيا خسرانة. لا ولا يهمك، هلا بيجيبوا تعادل. الألمان شعب عنيد ومقاتل، ويا ما كان يخسر بقول بقولين ويرجع يظبط حاله. ها أيوة طبعا. لكن ليش أنا بحب الألمان؟ لأنه الفريق الألماني ما بيعرف اليأس أبدا، مو مثل فرقنا من أول جول بيتلبكوا بيتكركبوا وبيفقدوا ثقتهم بنفسهم. بعدين وينك؟ هون ما في شيء متروك للصدفة، ما في شيء، لا كل شيء مبني على العلم على التخطيط. بتعرفي إنه المدرب الألماني حاطط تحت إيده 10 جواسيس حتى يتجسسوا على الفرق الثانية ويعرفوا وين مكامن ضعفهم؟ 10 جواسيس؟ إيش هن جايين يحاربوا ولا يلعبوا بالطابة؟ يا ستي شغلة أصعب من الحرب، لأنه الألمان عندهم أرض الملعب مثل ساحة المعركة فرد شكل. جول 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 جول، الله أكبر، شفتي ما أحلى هالجول يا هنا؟ شفتي وهجبنا التعادل. لك تسلم لي عينك يا بيرهوف، تسلم لي على هالضربة، تسلم لي وتقبر عظامي يا حق. يا غنيمتنا، يعني ما كان ناقصنا إلا الألمان يفوتوا جول مشان تكمل محاسننا. لك أنت شفتي نطحة هالراس ما أحلاها؟ هلأ بيكون ارتفع سعر بيرهوف لأكثر من $1,000,000 من ورا هالنطحة هاي. هلأ من ورا هالنطحة هاي بده يغنى؟ لك طبعاً. إيه شو خاروف هو؟ أوعك ها؟ هنا شو هاد؟ شو هاد؟ بترجاكي ها؟ لا تخلطي بحق بيرهوف أبداً، بنزعج منك، بنزعج تماماً. حاضر، ويخرسنا. الحمد لله، انتهت المباراة. خي هلأ ارتحت. إيه بس ألمانيا ما ربحت. مو مشكلة، التعادل منيح، المهم إنها تتصدر المجموعة. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه أول المجموعة السادسة رح يلعب مع تاني المجموعة الخامسة، يعني المكسيك، بينما التاني رح يلاقي هولندا، بعدين رح يلعب مع الربحان من أول المجموعة السابعة وتاني المجموعة الثامنة، وعلى الأغلب كرواتيا أو رومانيا، يعني هيك صار طريقنا سالك لدور الأربعة بكل سهولة. ممكن نسألك سؤال؟ ايه تفضلي. هلا لو خلصت الجداول الإحصائية المطلوبة منك بالوظيفة، مو أحسن ما ضيع وقتك بهالحسابات الفاضية اللي ما لها طعمة؟ ما في فائدة، ما في فائدة يا هنا. الشرخ يلي بيني وبينك كل ماله عم يتوسع، وبيني وبينك ولا تزعلي مني، كان لازم اتجوز وحدة بتحب كرة القدم، والفريق الألماني تحديدا. ما صار شي حبيبي، فيك تلحق حالك من هلا. Thank you.
استاذ عادل، استاذ عادل. ايوه شرف لو سمحت. يا اهلين وسهلين. سهلين. شلونك ابو جميل؟ يا اهلين وسهلين. يا ميت مرحبا. تفضل استاذ. يخلي لي اياك. خير استاذ؟ ليش ما قطعنا؟ صار لك زمان ما مريت علينا. لا والله ما لنا غنى يا ابو جميل. بس شو بدي لك؟ مشغول شويه. خير ان شاء الله، شو اللي شاغل بالك؟ شو اللي شاغل بالي؟ كأس العالم، مونديال القرن، مالي الدنيا وشاغل الناس. اخ من هالمونديال الزفت. بتصدق بالله خرب لي بيتي؟ اوف، وليش بقى؟ شوفت عينك، القهوة فاضية عم تصفر صفر، والناس ببيوتها قدام التلفزيونات عم تتابع المونديال. ايه صحيح، بس الحق عليك انت. الحق علي انا؟ بشو؟ لك يا ابو جميل، على حساب انت فلهوي وابن سوق وبترقط على الطاير. ايه ما فهمت. يلي بقصده انه الناس كلياتها وبكل دول العالم عم تستفيد من المونديال الا حضرتك. شلون عم تستفيد؟ من كل شيء، من كل شيء، من النقل التلفزيوني والسياحة، الإعلانات، المراهنات، الصفقات. أنت أبو جميل تطلع على التلفزيون بهالوقت بتلاقي كل الدعايات إلها علاقة بكأس العالم، كلها من أولها لآخرها. مزبوط، لاحظت الشيء. شي بيقولوا لك هذه هي الثلاجة الرسمية لكأس العالم. شلون يعني الثلاجة الرسمية؟ الله أعلم. ومين هذا اللي اعتمدها؟ كمان الله أعلم. أو بيقولوا لك مثلا هذا هو الشراب الرسمي لكأس العالم، أو بيقولوا لك رونالدو حلق دقنه بالمعجون الفلاني، روبرتو باجيو غسل وشه بالصابونة الفلانية، روبرتو كارلوس عقم صلعته بالكولونيا العلانية. وقيس على هالمنوال يا أبو جميل. حتى الأخبار اختفت تماما. لك اختفت، ما عدنا سمعنا غير أخبار كأس العالم. يعني صارت أخبار الحروب والكوارث والمجازر درجة تانية قدام أخبار المونديال. ما بتتذكر إسرائيل لما اجتاحت بيروت من غير اليوم عام 1982 كيف اختارت وقت المونديال لتبدأ الاجتياح؟ ليش يا حزرك؟ أكيد لأنه العالم ملتهي بالمونديال. بالضبط، لأنه الصدى الإعلامي للمونديال رح يغطي على أخبار الاجتياح ويخفف من ردود الفعل العالمية ضده. هالحكي اللي عم تحكيه استاذ عادل مزبوط وبمسم لك عليه بالعشرة، بس لحد هلا ما فهمت شلون أنا بدي استفيد من المونديال. الشغلة بسيطة كتير أبو جميل. حط تلفزيون كبير بصدر المحل وشغله على المباريات مع شوية دعايات وشوية يعني، وشوف كيف الناس رح تكفت على القهوة كفت. والله فكرة ممتازة، شلون ما خطرت على بالي من الأول. أنا بعرف، أبصر شوي اللي شاغل بالك أبو جميل. يا سيدي اعتبارا من بكرة رح نفذ الفكرة، ما في كلام. عظيم جدا، وإلك علي من بكرة إجي أنا والشباب ونعسكر عندك هون. أهلا وسهلا. نحن على راسي. بالإذن أبو جميل. مع السلامة. السلام عليكم. الله معك. أخي المسألة ما بدها شطارة. الكاس للألمان، إن قلتوا إيه وإن قلتوا لا. والله اللي بيشوفك متحمس كده للقد بيقول فيك عرق ألماني من ناحية جدودك. شو عم تمزح أنت؟ ما بتعرف؟ بجوز يطلع الأخ بيرهوف قرايبه. هلا لا حدا يقعد يتمسخر على بيرهوف، خليكم مهذبين، أنا ما بسمح لكم أبداً. ها؟ لا سيدي بدك تسمح لنا، وحاج تحتد، بكرة ألمانيا بتنقلع برا وبتقلب حضرتك بيناتنا قد الصوص. لا والله ما حزرت يا حبيبي، البرازيل يلي بدها تطلع مو ألمانيا. طالما رونالدو موجود فالكاس للبرازيل. دخيلك، دخيلك أنت ورونالدو تبعك. على فكرة هذا أكبر كم بتاكله البرازيل. ضل الإعلام ينفخ فيه ينفخ فيه حتى سوا هيك قد البالون وكبر له راسه على الفاضي. لا والكاميرات لاحقته بالملعب على الدحسة وكأنه شي قديس هيك عم يتفتل بالملعب. ومو بس هيك، لحقوا لي خطيبته على المدرجات وصاروا يصمدوا ليها على الشاشة مع إنه أغلظ منه. على كل حال بسيطة، لنشوفها شو رح تساوي بكرة وقت رح ينفس خطيبة ويطلع لبرا. صدقني ما رح ينفس. على القليلة رونالدو أغلى لاعب بالعالم ودافعين فيه 30 مليون دولار. دخلك بيروف الألماني تبعك قديش بيطلع حقه؟ قديش بيطلع حقه يعني؟ إذا حمي سوقه والتقاله راغب يا دوب يجيب 10 ملايين. إيه بس الفريق الألماني بيعتمد على اللعب الجماعي والتكتيك أكثر من اعتماده على النجوم. يا عيني عليك، يسلم لي هالحديث. بس ظاهر الأخ ألماني مو هيك؟ قصدي من مشجعي الفريق الألماني. للعظم
ايه تعال هلا تعال اوقع لك المعامله تعال طلع نجح يا راين. استاذ عادل المدير طلبك على مكتبه. ايه ايه يلا 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 جاي. شكرا. عفوا اهلا وسهلا. شو بده منك يا ترى؟ ايه انا بعرف اكيد بده يسالني عن الجداول الاحصائيه. ليش لسه ما خلصتها؟ ليكو تاني ليكو شلون بدي اخلصها وكاس العالم شغاله. طيب شو بدك تقول له؟ شو بعرفني الله يستر. تفضل. يعطيكم العافيه استاذ. اهلا استاذ عادل. خير استاذ قال طلبتوني. اي نعم. شو اخبار الجداول؟ على وشك انه تنتهي استاذ، على وشك. استاذ عادل مالك ملاحظ انه تاخرت شوي؟ معكم حق استاذ، والله معكم حق، بس انما الواحد عفوا استاذ العلم مو علم ايطاليا؟ ايه انا بهنيك على ذوقك استاذ، فعلا انك سواق حقيقي لكرة القدم. المنتخب الطلياني هو احسن منتخب، لعب وفن وهندسة وتكتيك كمان. ايه بس انا ما بشجع ايطاليا. وهذا العلم لابني الصغير نسيه هون قبل شوي. مين بتشجعه لكان استاذ؟ البرازيل طبعا. ايه طبعا البرازيل. طبعا البرازيل سيدي، وانا قلت هيك، قلت لحالي مو معقول سيادة المدير ما يشجع البرازيل. الحقيقة مثل الفريق البرازيلي ما عاد الله يخلق، خاصة رونالدو. تسلم لعينه محلاه يا سيدي. لا ولا خطيبته الأمورة شفت شو مهضومة استاذ؟ وش ملايكي، وش سبحان الذي خلق لها الوش. اي والله سبحان الذي خلقها. بس ترى بيستاهلها. قال بيستاهل. طبعا سيدي طبعا استاذ، زلمة حقه 30 مليون دولار، يعني مين بده يخطب؟ مين؟ تحية كاريوكا؟ أقل منا يخطب هيك شقفة يا سيدي. طيب شو قلتك؟ يا ترى البرازيل بتاخذ الكأس السنة؟ لازم تربح سيدي، لازم تربح. إذا المنطق فرض نفسه، الكأس للبرازيل وما حدا راح يحمله غير دونكي، قصدي دونكا، الكابتن تبعهم يعني. بس بيني وبينك أنا زعلان لأنه روماريو ما راح يلعب. إيه معك حق تزعل يا سيدي، معك حق تزعل وتنقهر وتنفلق كمان، لأنه روماريو لاعب عظيم لن تجود الملاعب بمثله. بس رغم هيك ما بينخاف على البرازيل. خيي طمني هيك. خلي لي اياك يا استاذ، الله يخليك. تسلم لي. برازيل. ما شفتوش شلون عم يبكي؟ لو روماريو كان مع البرازيل كان غير شكل. لك حاجه علاك، حاجه علاك مصدي بقى، شو الحكي اللي بينزل بدال؟ قال روماريو قال بلا روماريو بلا بطيخ بسمير. يعني في وبلا البرازيل بدها تخسر كأس العالم، مبينة حبيبي الشغلة. العمى بعيونه شو صاير عم بكرهه لهالروماريو. أصلا أنا من اليوم ورايح بدي شجع فريق فرنسا. والبرازيل؟ ما عطقتن بعد ما تآمروا على المغرب، العمى بعيونهم، ضلوا ورا العرب لطالعوهم برا. ليش أيمتى العرب كانوا جوا؟ من طول عمرهم برا. هلا اتركونا من السياسة وقلبوا لنا هالأسطوانة إذا بتريدوا. لك صحيح على فكرة، إلنا زمان ما سمعنا أخبار. لك صحيح هاشيموتو استقال؟ والله أنا هيك سمعت. مين هاشيموتو؟ مدرب اليابان؟ لا رئيس وزراء اليابان. وليش استقال؟ ليكون لأنه اليابان طلعت من الدور الأول ما هيك؟ يعني معقول يا رئيس الحكومة يستقيل مشان هيك سبب؟ شو ما ضل براسك أنت إلا كأس العالم وبس؟ الله وكيلك، بننام على سيرة المباريات وبنفيق على سيرة المباريات. وأبو محدين نفس الشيء. لا مو بس هيك، تصوري صار يحكي عن المونديال بنومه. الليلة الماضية فاق بالليل وهو عم يصرخ جول جول. الله وكيلك انقطع قلبي من الرعبة، فكرته صار له شيء. أنا مبارح تأخرت شوي بتحضير الغداء، قام عصب لك علي شو تعصيبة وسحب لي كرت أصفر وقال لي مرة تانية بعطيكي بطاقة حمراء وبحردك لبيت أهلك. فظيعين هالرجال، ليش هيك عم يعملوا؟ ما بعرف، معقولة عم يطلع معهم هالشي نتيجة فراغ عاطفي؟ فراغ عاطفي؟ ليش شبنا نحنا؟ وين رحنا؟ إلا كان شو السبب؟ يا ستي هدول ما قالوا المرأة يحكوا بالسياسة، عم يحكوا بكرة القدم. معقولة كتير، أو بجوز يكونوا عم ينفسوا تنفيس. بتصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. وقت عم شوف فطبول أو عم اسمع صوت المعلق الرياضي عم يجي لغط على قلبي. وأنا مثلك، إلى إمتى بقى؟ طلعت من مناخيرنا هالشغلة. الله يمضي هالمونديال على خير وسلامة، بنخلص من كل هالعيب.
الله وكيلك يا استاذ، رفقاتي بالقسم كلهم ضد البرازيل. شو هالحكي؟ الله وكيلك ما بزل عليك، ما في غير انا برازيلي والباقي يا اما مع المانيا يا اما مع فرنسا. لا وشو؟ دائما بيحكوا على رونالدو خطيته بالعاطل. تصور يا استاذ، وبينتقدوا المدرب زكله وخططه. شو هالحكي؟ لك الله ما يعطيهم عافيه. امين يا رب. لا وشو بيقولوا لك كمان؟ قال شو؟ البرازيل تآمرت ضد المغرب وطلعتها برا. ولك اخي نحن العرب دائما هيك، كل ما بنخسر بنقول تآمروا علينا. طيب ليش ما لعبت المغرب اول مباراه مثل العالم والناس وفازت على النرويج؟ مو هيك؟ يعني لو كانت ربحانه اول لعبه ما كانت تركت مجال للحكي والقيل والقال. فظاع على الناس شلون بتفكر. على فكره انت استاذ عادل افهم واحد بالقسم تبعك، افهم واحد ما في كلام. هذا من لطفك يا سيدنا. مثل ما عم بقول لك، انا استاذ عادل نظرتي بالناس ما بتخيب ابدا. انا من اول ما شفتك كشفت معدنك استاذ عادل. بتصور انه آن الاوان لتاخذ موقعك المناسب بالشركه. الله يخلي لنا اياك يا سيدي، الله يخلي لنا اياك. دريتوا انه عادل صار رئيس قسم؟ شو هالحكي؟ من امتى؟ اليوم طلع قراره. ليكو السهيان ليكو، والله عارف يدبر حاله. لك على علمي ما في حدا وراه، لك هذا مين دعمه؟ إيه ما عاد حدا قليل عند ربه هالايام. لك طيب شلون بيسلموه في ثلاثة أربعة بالقسم أقدم منه وأحق؟ يا سيدي حط بالخرج، ما عاد حدا دقق على هيك شغلات. قلتك. شو رأيكم نروح نبارك له؟ لك ليش استلم رسمي؟ هو استلم المكتب، بس القرار لسه ما توافق من الوزارة، يعني شغلة روتين. قوموا شباب، قوموا لنبارك له. هذا بدقق كثير وبكره بيعتب علينا، قوموا. يا الله. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ عادل. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكم يا رب يا اهلين. صدقني انه انت من زمان بتستاهل هالمكتب هذا. شكرا كثير يا حبيبي، بس يا ترى على شو جايين تباركوا لي؟ على مركزي الجديد ولا على فوز المانيا على المكسيك امبارح وتاهلها لدور الثمانيه؟ يا سيدي عطني سوا. صح عطني سوا. طيب بدي اسالكم، شو رايكم بالمباراه؟ مباراة حلوة. لا تقولوا يا أخي الماكينة الألمانية لما بدها تشتغل ما بيعود حدا بيوقف وشها، وإذا الله ما خيب لي ظني رح تضل شادة للمباراة النهائية، وإن شاء الله تعلق البرازيل بين إيديها بالنهائي لتشوفوا شلون رح تنشرشح شرشحة. تفضلي. يسلم هالإيدين، ليش هيك عذبتي حالي؟ عذابك راحة تقبريني. تعرفي رح أشرب القهوة بسرعة وروح مشان أطمن على عادل. خير شبو؟ ما بعرف، فات على هالغرفة وما عاد طلع منها، مسكر على حاله الباب، زعلان على الفريق الألماني لأنه طلع من الكأس. شفتي؟ شفتي على الخسارة مبارح؟ ما كان حدا حاذر عليهم أبدا. أنتي لو تشوفي عادل شو عمل. صدقيني خفت عليه من شي جلطة. يي بعيد الشر. رجع من القهوة وعقدته شبرين وتعدميه إذا نطق بحرف خلال نص ساعة، وما في غير هالتليفون يرن وهو يأشر لي مشان ما رد. ليش بقى؟ لانه هدول اكيد رفقاته بدهم يجاكروا ويشمتوا فيه. فظاعه فظاعه شلون بيشمتوا بعزة بعضهم. وبعدين فات على هالغرفه وسكر على حاله الباب ولهلا ما طلع. مسكين باين عليه كتير متاثر. متاثر وبس، الدنيا كلها مسوده بعينه. بعكس جوزي تمام، هداك كان كتير فرحان مبارح لانه المانيا راحت من طريق البرازيل. ايه لا ما له حق جوزك يفرح كتير يعني. بعدين عدم المؤاخذه، يعني إذا هو واثق من فريق البرازيل لازم ما يخاف من أي فريق تاني. بيني وبينك أنا كمان زعلت مبارح كتير. ليش كمان أنتي مع الألمان؟ لا مع الألمان ولا مع الطليان، ريتون ينبعوا والعزة هن اتنين. بس بيرهوف بسلم لي عينه ما أحلاه، نهرت عليه كتير مبارح كتير من قلبي. معك حق، كل لاعبين المونديال بكفة وهاللاعب بكفة، طول وشقار وشخصية، فعلا شي بيقهر. تفضل. تفضل استاذ. شو وينه الاستاذ عادل؟ ليش ما اجى اليوم؟ الاستاذ عادل معتكف بالبيت ومو ناوي يطلع اليوم. ها خير ليش بقى؟ حزنان.
يعني ميت له حدا لا سمح الله؟ لا، حزنان على الفريق الألماني لأنه مبارح خسر مع كرواتيا وتقلع برات كأس العالم. شو هالحكي؟ يعني عادي الألماني؟ قصدي بيشجع الفريق الألماني؟ ألماني أكثر من الألمان نفسهم. والفريق البرازيلي؟ ما بيطيقه. متأكد؟ طبعاً متأكد. أصلاً هو بيقول عن الفريق البرازيلي إنه فريق مايع ولاعيبته كلهم طنطات. شو 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 شو؟ طنطات؟ هو قصده إنه اللعيبة يعني عندهم مهارات وفنيات عالية بس بيفتقدوا للعب الحماسي والرجولي بعكس الألمان. طبعاً هذا رأيه مو رأيي، الله وكيلك. روح 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 ماشي الحال، روح بأمرك. هيك لكان يا عادل، طنطات. اي والله يا ستي مثل ما عم اقول لك، اي قلب على فرنسا. عم اقول لحالي شو هالعلم يلي معلق على البرندة تبعكم؟ دغري مبارح نزل على السوق واشترى العلم. ليش فرنسا بالذات؟ قال لانه الفرنساويه ناعمين ولطاف، وفيهم لاعب اصله جزائري اسمه زين الدين زيدان، وكرمال عيون زيدان تكرم عيون فرنسا. العوض بسلامتك استاذ عادل، وان شاء الله خاتمه الاحزان. الله يسلمك يا سيدي، بالفعل شي بيقهر. عفوا سيدي، على شو عم تعزيني؟ على خروج الألمان، سمعت انك زعلت كتير. زعلت. زعلت لاني كنت حابين يطلعوا على ايدين البرازيل، هذا قصدي يا سيدي. الله نفذهم، لو كانوا علقانين مع البرازيل كانوا تشرشحوا تمام. ايه صح كانوا تشرشحوا. وشو رأيك هلا مين رح يوقف بوش البرازيل؟ ما بعرف، يمكن ما ضل حدا. والفريق الفرنسي ما بيخوف؟ لا ما بيخوف منوب. ايه بس عنده اللاعب ممتاز زيدان. ايه بلا زيدان بلا حديدان سيدي، قدام بابيتو ودينيلسون وكافو ما حدا بيوقف. اكيد، خصوصي كافو. تسلم لي عينه. شو كفو هاللاعب، كفو كتير. تمروا شي تاني استاذ؟ لا سلامتك، تفضل لمكتبك. شكرا، يخلي لي اياه. على مكتبك القديم طبعا. ليش استاذ؟ خير؟ للاسف الوزاره ما وافقت على تعيينك، اجت مع عدم الموافقه. على كل خير بغيره ان شاء الله. المونديال الجاي، قصدي يعني الترفيعات الجايه ان شاء الله. شو؟ مبين رجعة قريبة. ولك أنا يا جماعة مالي حظ من هالدنيا أبداً. حطوني رئيس قسم وبعد يومين حلقولي، وفوق الهاد ألمانيا طلعت من دور الثمانية. يا لطيف شو زعلنا مبارح أنا وعادل؟ شان هولندا مو هيك؟ وأنا كمان قهرت من قلبي، بس بيني وبينك خفتي بين عليه قدام جوزي. ايه والله بيطلقني. يو، ليش لساته جوزك مع البرازيل؟ لساته ما له حق، شو بده بقى فرد دبقة؟ لازم يغير شوي.
جوزي طول عمره هيك، متى ما حط شغله براسه غير المولى سبحانه وتعالى ما عاد يسحبها منه. فظيع على هالطبع. بتعرفي انا خايفه البرازيل تربح كاس العالم. يو شبنا هناء، بالاول ما كنتي قايمه كل هالمونديال من ارضه، شو اللي غيرك هيك؟ يعني الواحد الا ما يتاثر. بعدين بيني وبينك انا خايفه على عادل يصير له شيء. المسكين انسلت عافيته من هالمونديال وقلب على نصه. لا وكل ما عم يصف مع فريق بيخسر وبيطلع لبرا. هلا ما ضل قدامه غير فرنسا، واذا خسرت لا سمح الله رح تنطبش الشربه يا براسي يا براسه. ليش بقى؟ لانه يا اما هو بده ينجليت يا اما بده يتفشش فيي ويطلقني. اسكتي يا هناء اسكتي، انا يمكن يصير فيني نفس الشيء اذا خسرت البرازيل. استاذ عادل استاذ عادل، اليوم المباراه النهائيه ولازم تحضر عندي. ها ايه اكيد طبعا ما في حكي. ولا تاكلوا هم شيء، الطبل والزمر كله على حسابي. ايه عظيم جدا، بس قلتك مين رح يربح اليوم؟ لك اسيدي انا ما بيهمني مين بيربح ومين بيخسر، المهم انا شو بدي اربح. لك ليكو التاني ليكو. الله معك استاذ عادل. بدك شيء حبيبتي؟ يعني اذا حضرت المباراه هون شو بصير؟ ما بقدر يا روحي ما بقدر، لاني تعينت رئيس رابطه مشجعي الفريق الفرنسي وشباب منتظريني هنيك بالقهوه. بقى ادعيلنا ادعيلنا تربح فرنسا مشان الله. الله لا يضيع لكم تعب يا حق. ندرن علي يا هنا ندرن علي، اذا ربحت فرنسا غير غديك ببلودان. ياه ينصركم ويوفقكم، الله ياخذ برجلك يا زين الدين زيدان وتفوت كم جول بمرمى البرازيل يا قادر يا كريم. ايه ايه من هدول من هدول. الله يضيع لك تعب. يلا خاطري ان شاء الله يربحوا يا رب. فضلت كارلوس كل جهه يسرى ينقلها الى الوراء الى ويلسون يراوغ امام لاعبين لاعب كيف فرنسا تلعب بمجال في عين في وجه كل لاعب مع الكره وترام يحملها في غرفه ركنيه لكن طبعا تهيئا المهم ان لا يمر الحكم بالنسبه اليه. ويلسون مع الكره ويلسون مراوغ كبير ويلسون هذا ما زال داخل منطقه الجزاء يراوغ يلعب كره عرضيه ولكن من اين تمر الكره؟ من اين تمر وهناك 11 فرنسيه في منطقه الجزاء. هذا ارتداد فرنسي في الهجوم وانطلاقه وخطا خطأ وطبعا كانت هناك بطاقة دوسي إذا سيغادر المباراة. دوسي تلقى بطاقة صفراء هذه الثانية ودوسي سيطرد. إذا دوسي يخرج من المباراة، البطاقة الحمراء الأولى في هذه المباراة النهائية والثالثة في تاريخ كأس العالم في المباراة النهائية. إذا بطاقتان صفراوان تتحول للون الأحمر وهذه ضربة كبيرة للفرنسيين لأنهم يلعبون من غير لوران بلان الذي حل محل لوبوس. وها هو دوسي أيضا اندفاع من لاعب ذي خبرة لا مبرر له يحاول قيام بهجمة مرتدة ويعرقل اللاعب المنافس كفو ويستحق البطاقة الصفراء الثانية تتحول تلقائيا للون الأحمر. البطاقة الحمراء رقم 22 في فرنسا 98 والثالثة للفرنسيين ودائما اللاعبون الفرنسيون الكبار والكبراء هم الذين يطردون. زيدان أمام السعودية ثم لوران بلان أمام كرواتيا والآن مارسيل دوسي أمام البرازيل في المباراة النهائية ونحن في الدقيقة الرابعة والعشرين تقريبا. فرغ بركة الجيد دفاع من اللاعبين. عود بأرضك عود بعد زيدان ما في حدا. منو هذا الأمريكي؟ كسر رأسك مثل زيدان ما بده يكسر راسكم. راسنا كل هواء يلعن اللي ترى كل هواء واحد مثلك اللي بيخرس. لك يا شباب لك طولوا بالكم يا شباب لك تشربوا القهوة لك يا شباب يلعن المونديال وصاحبه. الو الو انا النجدة مرحبا تخيكم حاولي انا ابو جميل صاحب قهوة المونديال. لك عندي عم كتلة كبيرة بالقهوة لك كسروا القهوة. بين مين ومين؟ لك بين فرنسا والبرازيل. لك اخي انا ما عم بمزح. عفوا عفوا بين فريقين المشجعين. ايه دخيلكم لا تتذكروا وجيبوا معكم كم سيارة اسعاف. حكم الضحايا كثرت. الله يرضى عليكم لا تتذكروا. مع السلامة. هناك يا شباب هناك يا شباب. دخيلك دكتور طمني شو الحالة؟ بصراحة الحالة صعبة يا مدام،
نحن عملنا اللي علينا والباقي على الله. شو يعني؟ يعني إذا ما حكى اليوم بيكون الوضع خطير كتير. أنا إذنكم. طولي بالك هناء، إن شاء الله خير. خلاص روقي. يمكن رح يحكي، إن شاء الله يا رب. نعم روحي، أنا جنبك. مين؟ أنا هناء. مين ربح كأس العالم؟ فرنسا حبيبي، فرنسا. فرنسا؟ إيه. بمياه نظيفة غير ملوثة، تابعتم معنا أجوبة المسؤولين والتي لم تكن مقنعة بالمرة، ولابد أنكم تطرحون على أنفسكم السؤال الجوهري الذي لم نجد له الإجابة حتى الآن، والتي قد تشفي غليل أهالي الحي. أين الخلل ومن المسؤول الحقيقي عن هذا الإهمال؟ فمسؤول المياه ألقى باللائمة على مسؤول السياقات واتهمه بعدم تطبيق الشروط الفنية أثناء تمديد القساطيل، ومسؤول السياقات ألقى باللائمة على المحافظة التي لم تضبط التوسع العشوائي للمساكن، ومسؤول المحافظة بدوره اتهم شركة القساطيل المتحدة، وشركة قساطيل ألقت باللوم على عمال مؤسسة مجاري الذين لم يراعوا الشروط الفنية أثناء التركيب. أما عمال مؤسسة مجاري فقد ألقوا باللوم على سكان حي السبع دوخات، حيث اتهموهم بعدم التعاون والبخل، لأن أهالي الحي لم يقدموا للعمال الشاي والماء البارد أثناء العمل. لقد احترنا بأمر هذا النموذج من المسؤولين. على من تقع المسؤولية؟ لا أحد يعترف، الكل يتنصل والكل يتهرب، بل إن جميعهم يلجؤون إلى الإجابات الزئبقية والحلول التوفيقية. لا أحد يريد أن يتصرف، لا أحد يريد أن تسلط عليه الأضواء ويكون محط الأنظار والمساءلة. لا أحد يقر بالتقصير ولا يحب أن ينسب إليه خطأ ما، فكأن هؤلاء المسؤولين في مكاتبهم وخلف طاولاتهم معصومون، حيث لا عصمة إلا للأنبياء. لقد دخل في روعي هذا النموذج من المسؤولين بأن تكليف الحكومة لهم بهذه المناصب إنما هو تشريف لهم وخدمة لشخصياتهم الكريمة، ونسوا أن الحكومة قد وضعتهم في مناصبهم لكي يكونوا خداماً لهذا الشعب. وهكذا أعزائي المشاهدين، دخنا بسبب هذه المشكلة مع أهالي حي السبع دوخات ولم نتوصل إلى نتيجة، فأهالي الحي المذكور ما زالوا يعانون من تلوث المياه، ونحن بدورنا لم نتمكن من تحديد الجهة المسؤولة. علنا نحمل إليكم في الحلقة القادمة من برنامجكم صوت الناس الحل والنتيجة. من يدري، فإنه يحدث أحياناً أن تصحو الضمائر الهاجعة لهذا النموذج من المسؤولين فيعي مسؤولياته تماماً كما يعي قبض راتبه وإكرامياته وحوافزه. فإلى اللقاء. مرحبا هيام. أهلين نعيم. شلون لقيتي لي الحلقة اليوم؟ حلوة، يعطيك العافية. شايف لهجتك بردة شوي. أنت مالك ملاحظ إنك تخنتها شوي؟ لا تخنتها ولا رفعتها، هيك طبيعة البرنامج. نعيم أنت لازم تكون حذر أكثر من هيك، يعني أحياناً عم تشط وتتمادى وتقول رأيك الشخصي بشكل مباشر. إيه، وشو الغلط بالموضوع؟ الغلط إنك مفروض تنقل رأي المواطن ورأي المسؤول، مو رأيك الشخصي، وتترك الحكم والاستنتاج للناس، مو إلك. أنت صاير عم تعلق على آراء المسؤولين وتسخر منه، وهالشي مو لصالحك أبداً. ها، كل هالشي ما بهمني، أنا بهمني بالنهاية مصداقية البرنامج كيف ما كان يكون، وهالمصداقية هي اللي عم تخلي الناس تتابع البرنامج وتحكي فيه. وطالما أنا عم بحكي من وحي ضميري معناها ما لازم خاف أبداً. ما بعرف شو بدي أقول لك،
المشكلة إنك عنيد وما بتعمل إلا يلي براسك. هلأ هيك رأيك فيني أنتي؟ يا نعيم، أنت إنسان متزوج وصاحب عيلة، وإذا كان العزابي بيعد للعشرة فالمتزوج لازم يعد للمية. ليش أنا لقديش عم عد؟ أنا شايفة إنك ما عم تعد أبداً، وعم تتصرف باستهتار وطيش، وكأنه نحن مو موجودين بحياتك. ولك يا روحي، إمتى بدك تقيمي هالأوهام من راسك بقى؟ صرت قايل لك ألف مرة إني ما بخطي خطوة واحدة قبل ما أعمل لها 100 حساب. بقى اطمني وريحي بالك، حطي لنا العشاء. بدك شي غير اللي استني معي؟ لا، بس لا تنسى تمرق على اللحم وتوصي على اللحمة. لا ولا يهمك، ماني نسيان. صحيح تذكرت، بدي رفوف للجلي وفيتامينات للزريعة. من عيوني، غيره في شي؟ لا سلامتك. تذكري. لا لا خلص، ماشي. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. اهلين وسهلين ومرحبتين. 100 اهلين استاذ نعيم. شلونك؟ الحمد لله والله. شو هالحل الحلوه اللي حطونا اياها امبارح؟ عجبتكم؟ عجبتنا وبس. إيه، الله يجبر بخاطرك وياخذ بيدك فعلا، لانك انت صوت الناس المعتره والمظلومه. شكرا يا ابو فارس، هذا لطفك. بس وينك؟ خليك هيك، ها، وقد ما فيك تقل العيار تقله، لا توفر حدا. انت يا عمي عم تحكي على المصلحه العامه، وما حدا بيسترجي الا تمحل الكحل بعينك. يا سيدي نحن بنعمل اللي بيمليه علينا واجبنا وضميرنا. ولك يسلم لي اللي خلقك، اسمح لي هنيك على شجاعتك وجرأتك، فعلاً أنت نادر معدنك. لا نادر ولا غير نادر، ليش ما عم بعمل يعني؟ عم بحكي كلمة حق ليس إلا. ولك ينصر دينك على هالتواضع هاد، يا ريت كل الناس مثلك كانت الدنيا بألف خير. بس وينك أستاذ؟ دخيل عينك، يا ريت هيك شي يوم تحكي لنا عن مشاكل اللحمة واللحامين، بركي هالمسؤولين بيطلعوا فينا شي شوي، حكي نحن عنا مشاكل كثيرة ها. إيه قسماً بالله عنا مشاكل، بينكتب عنها مجلدات وكتب. إيه ما في مهنة بتخلى من المشاكل أبو فارس. صحيح، إيه سيدي مرني. مثل العادة مفرومة بكبة. على عيني وراسي، 10 دقائق تكون عندك. ماشي الحال. مرحبا أستاذ نعيم. السلام عليكم. أهلين وسهلين، الله يسلم هالتم يا رب. والله إنك أبدعت. شو هالحلقة طلعت بالتلفزيون، فعلاً عم تفشلنا قلبنا من جوا. والله كأنك عم تحكينا على جرب عدم المؤاخذة. إيه لا، ما وصلت لهون أنت الثاني. إيه وصلت ونص، قال ما وصلت قال. الله يجزيك الخير يا رب، لأنك عم توصي صوت الناس لفوق للسلطات العليا. فعلا أنت سفيرنا، وهي شغلة مو قليلة أبدا. بس بيني وبينك، كل ما تقلت العيار كل ما الناس حبتك أكتر، لأنه شعبنا بحب الفاينة، قصدي النقد. بس مو اي نقد، نحن عم ننقد في سبيل البناء. اكيد ما في شك، ربي يحميك من اولاد الحرام. بس استاذ يعني ممكن ما تنسونا وتتذكرونا بشي بخمس دقائق ببرنامجكم؟ ما فهمت عليك. يعني ولو استاذ يعني ما بيطلع لنا خمس دقائق نشرح هموم الخضرجيه مثلنا مثل غيرنا؟ تكرم عينك، يلي بتطلبه انا جاهز. روح ربي خليك لاهلك، لكن بكره انا بيجي لعندك وبنشرب لنا فنجان قهوه بمعيتك وبحكي لك على هموم الخضرجيه كلياتها. على عيني على عيني. السلام عليكم. اهلا استاذ نعيم. يا ميت مرحبا. اهلا بالبطل، فعلا انك بطل، مو مجامله، لانه عم تحط ايدك على الوجع وعم تكشف الغلط بدون ما تاب حدا. يعني عدم المؤاخذه، واحد غيرك كان قال شو بدي بوجعه هالراس وشو بدي بهالشغله، الف عين تبكي ولا عين امي تبكي. اما انت ما شاء الله حولك ما بتسال عن حدا بنوب. لا مو قصه ما بسال عن حدا، انا بعرف. انا ما عم بتطاول. بعرف بعرف شو بدك تحكي استاذ، بس بتسمح لي اسالك سؤال؟ ايه تفضل. ليش المذيع اللي قبلك اللي كان مستلم نفس البرنامج ليش ما كان يحكي مثلك؟ الحقيقة أبصر، ما يعني ما بعرف شو كانت ظروفه. ظروفه واضحة، بده يقبض معاشه ويمشي، بينما أنت لا، عم تشتغل من قلبك وبوحي من ضميرك وبترجاك، وهات لبوس إيدك إنك تضل هيك وما تتأثر بحكي حدا أبدا، لأنه مو حلو أنت عم تطبطب على الغلط وعم تمدح التقصير. إيه طبعا طبعا، لأنه فعلا إذا خففت حدة لهجتك تخفيفها رح نزعل منك كتير ورح نعتبرك بعتنا. يعني في ناس بيقولوا لك انه الشعب ما بيجي الا بالعصاية، انا بقول لا، الشعب مو هيك، انما بعض ال... ولا سيدي خلينا ساكتين افضل. وليش هي خايفة عليك كل الأد انتي؟ يو شبكي ماما، جوزي شلون ما بدي خاف عليه؟ شو بده يصير له يعني؟ قال شو بده يصير له؟ قال ممكن يصير له كتير.
ستي لا تخافي عليه، بيكون مدبر حاله ان شاء الله. فكرك رح يحكي كل الحكي من عنده؟ منين لكان؟ قصدي بيكون مسنود من فوق، يعني لو ما كان مسنود ومركز وضعه اما كان استرجع يفتح تمه بكلمه واحده برات الطريق. جوزك وبعرفه جبان وخويف، بيخاف من خياله. بس هو بعمره ما جاب لي سيره انه مسنود او مدعوم. طبعا ما رح يجيب هالسيره مشان يطلع قدامك بطل ونحن نقعد نزقف له ونطبطب له. جاي تعلميني على جوزك؟ يا ريت يكون كلامك صحيح يا ماما، فكرك بزعل يعني. ولك اوف اوف منك انت، من طول عمرك حوبه. لقاءات، مناقشات، اجتماعات، لجان تعقبها لجان ولا حلول. والمشكلة دائما تضيع بين زحمة اللجان وانشغال المسؤولين وتراكمات الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أهالي حي سبع دوخات ما زالوا ينتظرون الحل السحري الذي يمكن أن نقدمه لهم. وأهالي كفر البطيخ يستغيثون ويشتكون من تدني أسعار البطيخ. أما أهالي كفر العواميد فيعانون من اهتراء العواميد وسقوطها على رؤوسهم. وفي شعبتنا أيضاً سؤال عن تعديل نظام الضرائب، وتساؤل عن تعديل قانون الإيجار، وعلامة استفهام عن أحدث الطرق في تسجيل سيارات البيك آب، وإشارة تعجب حول فواتير الهاتف وأخطاء الكمبيوتر. سيداتي سادتي، لإلقاء الأضواء على كل ما ذكرنا انتظروا حلقتنا القادمة، وإلى اللقاء. شو شباب؟ تمام؟ شو رأيكم؟ حلو، بس بدي أسألك سؤال. على عيني وعلى رأسي. بتجاوبني بصراحة؟ ايه تفضلي. ولو انت من مين مسنود؟ يا سيدي حلقة مبارح بتعبي المخ تمام، صدقني اني سلطنت سلطني وانا عم بتفرج عليها. لا والنهفة انك ما خليت حدا من شرك وهاجمت الكل. لا مو الكل، انا فقط هاجمت المسيئين والمخطئين. أنا هيك قصدي. الله يعطيك العافية ويخلينا ياك يا أخ نعيم. إذا بتضل ماشي على هالمنوال برنامجك رح يصير من أقوى البرامج بالمحطات العربية. طبعاً لازم يضل ماشي على هالمنوال لأنه الجماهير العربية حطت ثقتها فيه. سمعان أخي نعيم، ثقة الجماهير العربية أمانة برقبتك، وأنت ما لازم أبداً تتخلى عن الناس. ها وطريقك ها طريق روحها بلا رجعة. قصدي إنه لا تراجع عنه أبداً. آه صحيح يا سيدي، الله يقدرنا على فعل الخير لخدمة هذا الوطن. أهلين نعيم، شو هالحكي؟ إمتى؟ طيب ليش ما قلت لي من الأول؟ إيه بس أنا هيك بدي انشغل بالي عليك كتير. لا ما رح أضل بالبيت، رح أروح لعند أمي. إيه وإمتى بترجع؟ مو معروف إمتى؟ ماشي الحال. طيب طيب حبيبي، الله يسهل لك ولا يضرك يا حق. مع السلامة. شو يا؟ صرنا يومين ثلاثة ما شفنا الأستاذ نعيم، شو قصته يا ترى؟ لك حتى حلقته مبارح بالتلفزيون ما حطوها. شو هالحكي؟ ايه اها، معناها في إلنا بالموضوع. مو بس إلنا، في إلنا ولكننا وحيثما، هذا أكيد دقوا فيه ما في كلام. ايه طبعا معلوم بدهم يدقوا فيه لانه صار يتبغدد عليهم كتير، بلش ينقر وينغم ويطاول شمال ويمين. مفكر حاله انه رح يصلح الكون حضرته. الله يصلحه ويهديه. اخي انا متوقع له هيك نهايه، مو معقول يسكتوا عنه بعد كل الحكي اللي حكاه. الشغله بالعقل اخي، مدوله وغضوا النظر عنه هيك لحتى فلت الزنبرك تبعه وصار بده تعيير من جديد. قلتك أكيد هلأ بيكون عم يركبوا له زنبرك جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه تكرم عينك. بإذنك أخي. خذ راحتك. لا مو بس هيك، الموضوع أخذ منحة تاني، يعني بالقلم نشرح صار نقده هدام، ما حد نقد بناء وموضوعي. الأخ مفكر لي حاله دون كشوت عصره، والبرنامج صار فيه إساءة وإهانة وتجريح بالمسؤولين أكثر مما يجي. أخي هدول المسؤولين شو ما كانت مناصبهم، بس إلا ما يكون في مين داعمهم. يخرب بيته، يخرب بيته على هالعملة. يا ما نصحناه بس ما كان ينتصح. عبس
صحيح ياما حاولنا نرجعه بس ما كان مرتدي. ركب راسه على الفاضي يا سيدي، تحركش بالحمى لحتى دقته البرديه. المسكين طاش حجره ونعم على قلبه وما عاد شاف قدامه. اخي هي عاقبه الغرور، الزلمه كبر راسه كثير. الانسان لازم يكون حكيم ومتوازي وخصوصي بهيك امور. الله يصلحه، هو هيك طبعه، طايش ومتهور وما بيحسب حساب لشيء. دخلك ما نعرف مين اخذه الاستاذ نعيم؟ لا والله لحد هلا مو معروفه وين اراضيه. الله يستر يا رب. يعني كمان هو الله يصلحه شو بده بطولة لسانه وكتر الحكي؟ ايه انا بعرف. لا ومشكلته انه عنيد ومخه يابس وما بسمع من حدا. اخي تكبير راس لهالدرجه مو حلوه ابدا. بعدين كل انسان لازم يعرف وين حدوده. السلام عليكم استاذ انعام. استاذ نعيم شو بكم؟ شو بكم تبلكمتوا وقت شفتوني كأنكم شفتوا شي جنة؟ لا لا ابدا استاذ، ليش حتى تبلكم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. يعني الحمد لله على السلامة استاذ، ألف الحمد لله على السلامة. إن شاء الله. شو إمتى طالعوك استاذ؟ منين بدهم يطالعوني؟ بيقصد إمتى كاد القدوم؟ الحمد لله إنا زمان ما شفناه. والله اليوم وصلت من السفر. شو؟ اجتني سفرة مستعجلة على كرواتيا مشان اشترك بمهرجان إذاعي. يعني الأسبوع الماضي استاذ كنت بكرواتيا؟ وين بدي يكون لك؟ ببيت خالتي. والبرنامج شو، ليش ما طلع البرنامج تبعك؟ الحقيقة برنامجي توقف أثناء غيابي، بس بكرة رح أبلش بتسجيل حلقة جديدة. ها ايوه ايه هلا فهمت عليك. وشو طبيعة هالحلقة يا ترى؟ بدي هاجم القطاع التجاري بالبلد وبدي اتعرض لقانون الاستثمار رقم 10. ايه والله بتعمل زينة العيل. وينك استاذ؟ لا تهون مع حدا ابدا ها، وكلمة الحق لازم تنقال ولو على قطع رقبتك. روح الله ياخذ بيدك وينصرك على كل عداك. امين يا رب.